يوم بالحياة كتير ممكن نتعرض لحادثة بسيطة أو لعمليات جراحية أو جروح معينة، وهي الأمور ممكن تترك كتير من الندبات اليوم. هي الندبات ممكن تختلف أشكالها، ممكن تختفي مع الوقت وتكون بسيطة، أو ممكن مع الوقت تترك أثر كتير كبير، وإذا فينا نقول يا عفاف ممكن تترك كمان أثر سلبي ونفسي. تماماً هايدي، ممكن حتى تترك أثر نفسي وأيضاً جسدي. هاي الندبات ممكن تطول وتضل مدة طويلة بجسم الشخص. شو هي الأسباب لبقاء هاي الندبة وشو هي الآثار يلي ممكن تظهر على الجلد إن كانت ندبة لحالة طلعت أو أثر عملية أو حادث؟ كل هاي التفاصيل رح نتعرف عليها اليوم مع الدكتورة وهيبة ويليام سليمان، اختصاصية امراض جلدية. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيكي. يسعد صباحك دكتورة، اهلا وسهلا فيكي. يعني اليوم بصراحة اي شخص فينا ممكن يتعرض لهيك موضوع، ممكن يتعرض لجروح او حروق او نتيجة اي عمل جراحي هو اجراه خلال حياته، بصير عندنا شيء اسمه الندبة. نحن اليوم حابين نتعرف من حضرتك شو بنقصد بالندبة، كيف بتتشكل، ونتعرف اكثر على الاسباب. هلا الندبات هي عبارة عن تفرق اتصال بالجلد نتيجة مثل ما تفضلتوا، ممكن جرح، ممكن حرق، ممكن كتير. الندبات الشائعة اللي بنشوفها هي ندبات حب الشباب نتيجة انه المريض ما تعالج بالوقت المناسب، صار يلعب بالحب، ما اخذ العلاج المناسب، سمع انه لا حب الشباب بيروح لحاله، الاهل انه ما في داعي لعلاجه، في ادوية ما بيرضوا ياخذوها الاهل انه ما بيصير تتاخذ، فبيصير عندنا ندبات. ومتى ما صارت الندبات خلص ما في شيء بيروحها للاخير. لذلك نحن هون فرصة انه نحكي للمشاهدين انه دائما حب الشباب لازم يتعالج اول ما يطلع، لانه مثل ما قلنا هو اكبر سبب للندبات. ممكن علاج بسيط ما نحتاج لغير ادوية موضوعية، وممكن علاج بالطريق العام خاصة وقت يكون عندنا قصة وراثية، عم تجي البنت مع امها كله وشها محفر وبتقولنا لا ما بدنا ناخذ الدواء الفلاني مثلا فيتامين آل حامضي اللي هو كثير بيمنع تشكل الندبات. فدائما وقت يكون في عندنا قصة وراثية لازم نبكر بالعلاج. طبعا الندبات ممكن بحب بالشباب، ممكن ندبات بعد جدري المي الحماق من له ابو قريوم بالعاميه، ممكن يصير اي جرح الاولاد اللي وقت بيتخانقوا مع بعض، الضفر يعني خدش الضفر بيضل معلم وهي علامه فارقه، يعني حتى بكثير من الكليات العسكريه ما بيقبلوا المريض اللي عنده ندبه انه هي ما راح تروح للاخير. فنحن دائما نفضل الوقايه قبل انه ما تصير، مثلا اي حرق نعالجه بشكل مضبوط دغري. الحرق مثلا انه سواء كان حرق مي سخنه سواء حرق الشمس كله لازم يتعالج، الجرح لازم يتعالج كمان دغري عند الطبيب الاخصائي، ما نحط القهوه عليه والدبس البندوره وما بعرف شو. في كتير شغلات انه لازم الوقايه اهم، لانه متى ما وصلنا للسكار بدها تصير الندبه وما عاد في علاج. الندبه ممكن تصير عنا ليش عم تصير؟ لانه الجلد عم يدافع عن نفسه، صار هالجرح او الحرق او الحبه اللي احطناها، فبتصير من الجسم تجي الخلايا مصورات الليف بدها تحاول انه تسكر الجرح. فالتسكير ممكن يكون تسكير جيد وخاصة اذا الطبيب شاف الجرح، وممكن لا يصير حنا حتى كمان الجسم له تأثير. في ناس انه بتجي هالخلايا اللي بدها ترمم هالجرح بشكل كتير كبير، فبصير محل الجرح بيرتفع من الا الندبة مفرطة التصنع تمام. وحتى ممكن تصير جدرة من الا، فهي بترتفع عن سطح الجلد، واكيد كل ما عالجنا باكرا بيكون افضل بكتير. طيب خلينا دكتورة ننتقل معك على الندبات العنيدة اللي بتكون أو بتضل لفترة طويلة، إن كان شو ما كان سببها يمكن بيختلف طريقة العلاج عن السبب، إن كان حب شباب أو حرق أو جرح. هون كيف نحن ممكن نتعامل؟ يعني هلأ في طرق حديثة خلينا نقول، خلينا شوي يعني نبسط الموضوع، كيف ممكن نتعامل مع هي الندبات العنيدة خلينا نقول، إن كان بالوش أو بالجسم؟ هلا الندبات يعني مثل ما قلنا انه تروح على الاخير صعب، وكثير هلا هم منوع على السوشيال ميديا اللي بيحطوا مين ما كان ازاله ندبات حب الشباب ازاله الندبات. نطلب من العالم انه لا تتبعوا هيك شيء، لانه بتروحوا فرصه العلاج خاصه بالفتره الاولى للندبات، خاصه كمان في عندنا الندبات اللي بتصير وقت الحمل، بصير عندنا تفرق اتصال فزر الحمليه هي كمان، فممكن دغري نعالجها مبكرا. العلاج ممكن اذا كان لسه حمراء الندبه اولا ممكن نستعمل ليزر، الليزرات اللي بتأثر على الأوعية، في عنا كذا نوع ليزر، والليزر طبعا هو أحدث شيء، وفي عنا ليزر متى ما صارت بيضة كمان في عنا ليزرات تانية، إلا أنه بتقشط هي الجلد بتحرض أنه يصير تجدد الكولاجين بقدر الإمكان ترمم هالندبة. فعنا نحن ممكن نحط كريمات موضعية بس تأثيرها كتير خفيف،
افضل شيء هو الليزر، وممكن نشارك احيانا بحقن البلازما، ممكن حقن اذا ندبه كثير ضموريا. النسيج الشحمي، النسيج الشحمي هو في خلايا جذعيه، فهو كثير ممكن يساعدنا انه وقت نستعمله اذا في ندبه ضموريه كبيره، انه هو كمان غير انه هو بيعبي محلها، كمان هو بيحرض الجلد على تسكير هالندبه وتحسينها قدر الامكان. تمام، خلينا نتبحر اكثر بالموضوع ونعرف اليوم الندبات اكيد في لها انواع عديده، خلينا نوضح للمشاهدين شو هي انواع الندبات، كيف بيتم التعامل مع كل نوع. هلا مثل ما قلنا اول شيء ندبات حب الشباب، ممكن ندبات حب الشباب تكون مثل ندبات تنقر الثلج، تكون كثير عميقه لجوا، ممكن تكون بشكل مستطيل، ممكن تساوي لنا تطلع عن سطح الجلد من الا انه تساوي لنا جدرات. نفس الشيء مثل ما حكينا كمان الحروق كله ممكن يصير ندبات، بدنا نتعامل معه انه نحن نحاول وقايه قدر الامكان، يعني اذا عندنا حرق دغري مثلا، اي طفل تعرض لحرق وقعت المي السخنه عليه دغري على المي الجاريه، معلش دغري انه يغسل قدر الامكان، يبرد المنطقه اللي بين ما نشوف الطبيب، لو مثلا ضلينا ربع ساعه نغسل هالحرق، حتى الجرح لو بالمي اذا ما عندنا معقم دغري، نحاول دغري انه في عندنا ضمادات لاصقه، انه في حتى انه مثل بيسكر الجرح بحيث انه ما في داعي للقطب، بس طبعا كله لازم انه الطبيب يشوفه. ومثل ما قلنا يعني دائما متى ما صارت الندبه ما في انه علاج نهائي لها، نحن بنحاول انه نحسنها. في عندنا الليزرات، الليزر هو عباره كذا نوع، عندنا الليزر، الليزر هو علاج كثير جيد لكثير من الامراض، وهو بياثر عنا نحن اكثر ليزر، ممكن الليزر اللي ناخذه بياثر على الاوعيه وقت يكون عندنا اللون الاحمر، وفي عندنا الليزر الفراكشنال ليزر، هذا اللي بياثر بيقشط الجلد فبيحرض من جوا تشكل الكولاجين ويساوي لنا تحسن بمنظر الندبه. ممكن يخفيه على الاخر ولا الاخر؟ الاخر حسب، يعني انه ممكن ما تعود تبين، بس انه الاخر الاخر لا، مشان هيك نحن بنقول انه في كثير اللي بدهم يروحوا على الكليات العسكريه مثلا بيجوا لعنا انه بدهم دغري يشيلوها انه عندهم فحص بعد اسبوع، لا هي جلسات بدها تصير خلال اشهر ممكن سنه فليحسنها. مثل الوشم يعني نفس الشيء، كمان الوشم وقت يتساوى اذا بدنا نشيله كمان ممكن محله يترك ندبه، ف كله بده علاج بس فترة طويلة وبيحسن، ما في شيء بيروحه، فأهم شيء الوقاية، نحاول إنه ما يصير عنا هالندبات. طيب دكتورة خلينا نحكي عن الندبات العنيدة اللي بتكون بالوش أوقات ونافرة لبرا وعاملة يعني ما تعالجت بوقتها هي وعاملة أذى نفسي يعني أكثر لصاحبها، كيف ممكن نتعامل بهي الحالة؟ يعني حتى أنا ممكن إذا مر عليها فترة طويلة ما نستفيد شيء ولا لسه من لا هو اكيد بنستفيد بوجود مثل ما قلنا اجهزه الايربيوم سي او 2 الاجهزه الحديثه تبع الليزر اكيد بتحسن. كمان نلفت نظر انه في عندنا بعد العمليات ممكن يصير تنخر، هلا في مرضى بيجوا بيكونوا عاملين عمليه انحراف وتيره او عمليه تجميل الانف مع انه الجرح مو من برا، حطوا هالضماد فمن بفكوا الضماد بنلاقي تنخر واسع، صار اسوداد محل المنطقه، هذا كله بده يصير ندبه مشويه. ومثل ما تفضلتي يعني النفسيه كثير بتاثر، يعني المريض بيعود ما بيطلع لبرا، نفس مرضى حب الشباب الندبات اللي بتصير عندهم، ففي احيان تكون ندبات ضخاميه بنحتاج انه نحقن فيها كورتيزون، في ممكن نحقن مواد ثانيه بالاضافه لتسويه الجلد عن طريق الليزر. تمام دكتوره، خلال حديثك عم تذكري عن العلاجات اليوم لحتى نعالج هي الندبات، في شيء عنا اسمه الليزر، خلينا نوضح شو هي استطبابات الليزر بهذا المجال. هلا الليزر هو يعني افضل علاج بالنسبه للندبات وحتى بكثير من الامراض، والليزر امن، يعني نحن الليزر هو عباره هو جزء من الاشعه بالحقل الكهرومغناطيسي الاشعه الغير مؤينه، فيعني هذا ما بتضر، لو انا سويت 10 جلسات و20 جلسه ما بياثر، هو ما نوع مثل الاشعه السينيه، الاشعه هذيك المؤينه هو الاشعه غير مؤينه، فهو مثل ضوء البسيط بس هو بيجي بحزمه واحده، بتجي هالحزمه متوازيه عم تفوت على نفس العمق، عم تعطي تاثير على الهدف، فهو الهدف ممكن يكون هو اللون الاحمر، ممكن اللون الاسود الليزر وقت نعالج، والامراض الثانيه الوحمات الصباغيه او حتى الوشم، وممكن يكون اللون الاحمر بال يعني بالوحمات الوعائيه بنشوفه. والليزر اللي بنستخدمه اكثر شيء بالندبات هو الليزر الفراكشنال ليزر، وهو الفراكشنال هو الليزر العادي بطول موجه مثل ما قلنا محدده تماما، فما بيأذي، بس اكيد بده يكون عند الطبيب لانه ما يستخدم عند الطبيب كثير استعماله عم يكون خاطئ، الليزر لازم يكون الجلد نظيف 100% حتى ما تنعكس الاشعه، لازم نحن بدي الاشعه الممتصه توصل للهدف،
بتتبعثر الاشعه كمان انه اذا ما العدسه كانت عموديه على سطح الجلد كمان بيصير عندنا انطلاق ابخره ممكن حتى جراثيم انه والفيروسات تنتقل نتيجه هالليزر. فهذا اللي كثير عم نشوفه بالمراكز الطبيه معلش مو الطبيه عفوا المراكز اللي هلا فاتحه فحتى ازاله الشعر معلي بنوه على الموضوع انه كثير من الصبايا عم يساوي ازاله اشعار بالمراكز لا بيكون فيها تعقيم بتكون العدسه دغري عم تكون على تماس على سطح الجلد بالنسبه للشعر فكثير من الامراض ممكن تنتقل لسواء للمريض ممكن تقليل تناسليه عم نشوفها كثير عند الصبايا الصغار وحتى وقت يكون ما نو حاطط وقايه اللي عم يستعمل الليزر ممكن تنعكس الابخره ويصير عندنا افات فيروسيه لو طلعنا شوي عن الموضوع. بس نحن بنحب مشان دائما كل عملنا يكون عند الطبيب ما نلحق السوشيال ميديا لا نلحق دعايات المراكز لانه في كثير امراض عم تنتقل عن طريق هالمراكز وحتى علاج الندبات في حالات كثير وقت عم يستخدم ليزر غلط حتى ما بيكون ليزر خصوصي لهالحاله بيصير عندنا الندبه بتصير اكثر واصعب علاجها كثير. يعني بيتفاقم الوضع ونكون بحاله بنصير بحاله ثانيه. طيب خلينا نعرف منك دكتوره اليوم انواع الندبات كلها بتتعالج بالليزر ولا في انواع ندبات ممكن نحن نعالجها بطرق بسيطه او بالادويه او شيء؟ هلا يعني اذا ندبه صغيره ممكن نحط كريمات فيها سيليكون ممكن ضمادات السيليكون بتحسن شوي. ممكن قلنا اذا الندبه مرتفعه بدنا نساوي حقن ابر فيها لتصير على سطح الجلد كثير هدول بنشوفهم عند مناطق محدده. هو كمان في استعداد في ناس بيصير عندهم هي الجدرات في ناس لا بيساووا عمليات القلب المفتوح منطقه الصدر منطقه شائعه كثير الاذن محل ما بنحط الحلقات ممكن تلاقي كثير عقيدات فهي الليزر بيساعد مو بس الليزر ممكن مع الليزر نحقن الكورتيزون ومواد ثانيه وحتى مثل ما قلنا البلازما والنسيج الشحمي اللي فيه خلايا جذعيه هالخلايا بتخلي انه تحرض تشكل كولاجين جديد قدر الامكان يحسن هالندبه ومثل ما قلنا ما في شيء نهائي 100%. اكيد. طيب اليوم دكتوره شو هي التطورات يلي طرقت على العلاج بالليزر؟ ايمت ممكن نلجا لها؟ في اعمار معينه اليوم بحق لهم انه يلجؤوا لهيدا النوع من العلاج؟ مثل ما قلنا الليزر هو اذا كان بيد الطبيب هو ما له مؤذي ابدا وقد ما استخدمنا يعني علاجات انه جلسات علاجيه ما بيأثر. فنحن الاطفال اذا عنده طفل ندبه عميقه على وشه هذا بدي عالجه هو وطفل ممكن نحط تخدير موضعي نساعد لانه هي كثير بتاثر على نفسيته. فمعلش لو اضطرينا ممكن نساوي نحن جلسه كل شهر فكتير ضروري مشان ما يصير تنمر من قبل رفقاته. فالليزر ما هو مؤذي ابدا بنرجع نقول بيد الطبيب سواء بكل انواعه. الليزر هو عباره عن طول موجه يعني كل جهاز يكون جهاز طويل عريض بيعطي طول موجه واحد فطول الموجه بياثر على الهدف بس فما راح ياذي. ومثل ما قلنا هي اشعه غير مؤينه فممكن نستخدم جلسات كتير بعلاج طويل مرهق فهو الوقايه افضل شيء. بس طبعا اكيد بده يصير عندنا ندبات وجروحه فلازم نعالجها عند الطبيب وما نعتمد ابدا شو استعملت جارتنا ورفيقتنا للندبات. اليوم ممكن يعني انا اي شخص يصحى الصبح مثلا او باي وقت مفاجئ يلاقي عنده ندبه بجسمه مفاجئه او بوشه نتيجه مرض المرض او جلدي؟ هلا في حالات امراض جلديه ضمور جلد وكذا بس طبعا نادره وهي ممكن انه الواحد ما يكون حاسس عليها ولا في رد وطلعت عنده ضمورات الجلد هي بحس واسع بس انه هيك يطلع لا بيكون في عندنا جرح حتى بعد العمليات الجراحيه بعد حب الشباب مثل ما قلنا بعد الوشم بعد الحروق الشمس اما يطلع دغري الندبه لا فممكن يكون السبب اول بعدين الندبه. تمام دكتوره. كثير من الاشخاص لما يصير عندهم جرح او حروق بيلجؤوا للعلاجات الاوليه يمكن بالبيت بيقولوا لك في ممكن نحط بن ممكن نحط معجون اسنان وهي الامور. طيب هي الشغلات هل هي فعلا صحيحه وصحيه؟ لا اكيد ما انا صحيحه ممكن بالعكس ممكن خلينا نوضح تزيد الحاله ممكن يصير عندنا التهابات جرثوميه بنتيجه المواد اللي انحطت ممكن تفوت هالمواد ويصير عندنا ممكن له حبيبوم جسم اجنبي جسم بيرتكس له وبيصير عندنا جدرات اكثر بيصير عندنا تشكل مثل عقيدات محله والالتهابات كثير. فهذا معجون الاسنان دبس البندورة البندورة واللبن كله القهوه كله ما بيفيد بنوب. مثل ما قلنا ما عندنا اي معقم بيت ما عليه المي الحنفيه ما عليه نغسله لبين ما نوصل للطبيب او نحط معقم ونشوف شو الحاله. شو ما كانت درجه الحرق دكتوره يعني ممكن تكون درجة أولى أو ثانية أو ثالثة شو ما كانت نحن فوراً بنحط مي؟ الحرق إيه أكيد أول شيء هو المي
يعني ممكن انه لبين ما نوصل للطبيب او نتصل يعني معلن نخليها لو 10 دقائق ربع ساعه لبين ما نقدر نحصل على عناية طبية. المي اهم شيء طيب بالحلوق. المي الحنفيه العاديه مو نحط ثلج، بالعكس اذا حطينا ثلج بالعكس ممكن يصير تموت اكثر. هاي المعلومه اللي بيختلف عليها كثير من الاشخاص انه تضميد الحرق لفه وتغطيته، هاي هذا الشيء صح ولا لازم هلا حسب المحل؟ يعني مثلا جروح الوجه او الحروق تبع الوجه هي منطقه كثير فيها توعيه بتطيب بسرعه اكثر، فما في داعي ابدا لتغطيتها. الاماكن المكشوفه لا معلش تضل، بس اماكن ممكن تكون معرضه انه بده يلبس الواحد وكذا لا بدنا نعقمها ونحط مراهم وما تلزق الشاشه عليهم، فهدون ممكن انه نسوي لهم ضمادات وحسب درجه الحرق. يعني الدرجه الاولى والدرجه الثانيه السطحيه لا يفضل انه اكيد لا، الدرجة الثالثة أكيد هي بدها مشفى وممكن نحتاجات للضمادات تحت إشراف الطبي. تمام دكتورة، بالختام وسريعا خلينا نعطي نصائح أخيرة من حضرتك. مثل ما قلنا ما نلحق أبدا شو استعملوا رفقاتنا جيراننا السوشيال ميديا، لا كل جرح وكل حرق لازم فورا العلاج عند الطبيب، لانه متى ما صارت الندبه مثل ما قلنا ما في حل نهائي. فدائما كمان حب الشباب ما يلعب فيه، اهم شيء نحن بنقول للصبايا انه لا تلعبوا بالحب، لانه اذا صار الندبات يعني بتصير مشكله مو بس انه كجماليه، بتصير مشكله نفسيه. صحيح. البنت ما بتعود بتروح على المدرسه لا بتروح على الجامعه، والعلاج طويل بانه انه بساعه وبيوم وبيومين وبشهر وبشهرين، لا بدنا فتره علاج طويله. وحتى العلاج وقت نساوي مثلا جلسه ليزر في عندنا فتره للداون تايم انه بده يبقى المريض بالبيت ما يطلع ما يتعرض للشمس، حتى ما يصير عندنا ممكن يصير عندنا فرط تصبغ بعد العلاج بالليزر، وخاصه وقت ما يكون بايدي خبيره وبالليزر المناسب للعلاج. اكيد بالختام بدنا نتمنى السلامه للجميع والله يبعد عنكم كل الندبات والحلوه. شكرا لك دكتوره وهبه سليمان اختصاصيه جلديه، اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك دكتوره نورتينا.